فأنواع السياحة المختلفة في مصر إيه؟ الأنواع كتير، بس أنا اللي مهتم بيه هو اللي إحنا بنسميه دلوقتي سياحة صحراوية. كلمة سياحة صحراوية دي كلمة مصرية شوية، فالسياحة العالمية دلوقتي في حاجة اسمها سياحة مستدامة Sustainable Tourism. الفكرة منها إن هي جواها أنواع سياحة كتير، ابتدى يظهر فيها دلوقتي منتجات سياحية مهمة جدا في العالم. بس ليه أنا بتكلم على السياحة الصحراوية Sustainable Tourism؟ لأنها كان صغيرة جوه صناعة السياحة في العالم كله. إيه بقى السر في الاهتمام؟ إن هي it's the fastest growing، أسرع حاجة في النمو، ابتدت تستبدل أنواع السياحة الأخرى. لو إحنا سبناها في خلال الثلاث سنين اللي جايين دول من غير اهتمام وتجهيز البلد لأن هي تستقبل اللي هيجوا منها، وهنخسر السياحة دي لأسواق جنبنا زي تركيا والإمارات والسعودية. السعودية دلوقتي عملاق، ودبي كمان. طبعا، بس الفكرة بتاع السياحة الصحراوية إحنا رواد فيها. إحنا اللي أسسناها، إحنا اللي عندنا العتاولة بتوعها في المنطقة. ليه بقى؟ لأن إحنا عندنا صحراء شرقية وصحراء غربية، وبنتكلم في صحراء بيضاء وصحراء سوداء، وعندنا سيوة، يعني عندنا كمية حاجات. لو حتى فكرنا في إيه أنواع الصحراء، إحنا عندنا كل أنواع الصحراء على ما أعتقد. عندنا أكتر من كده. السياحة في السعودية ما فيهاش غير عرب، صح؟ لا، إحنا عندنا خمس لغات حية ما لهمش دعوة بالعربي في جمهورية مصر العربية، قبائلهم قبائل مصرية. فعلا. احنا طبعا عندنا العرب، وعندنا الزناتية في سيوة، وعندنا العبابدة، وعندنا البشرية بيتكلموا بيجا، وعندنا سينا. وسينا عرب اثنيك، بس هم عرب، احنا بنتكلم عربي زيهم. انا بكلمك بس على التنوع المختلف غير عادي. احنا الشامي والمغربي والافريقي كله في مصر. المغامرة كمان، انا عاوز الفت الانتباه فيها الحاجة. احنا دلوقتي لسه معين على الغواصه اللي غرقت. بالظبط. سعر التذكره $250,000. خمسه كانوا قاعدين بيتكلفوا $1.25 مليون دي تذكره عشان يشوفوا مركبه. الاغنياء دول ضاع منهم ليه عمرهم في حاجه زي كده، عشان دي جزء من السياحه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، اسمها سياحه المغامره. ايلون ماسك سبيس اكس الشركه بتاعته دلوقتي بتطلع سياح الفضاء $250 مليار في الطلعه. كان عنده 2 سياح سعوديين فيهم أول رائدة فضاء عربية طلعت في الرحلة دي اللي على الشمال. إحنا بنتكلم على سياحة مغامرة دلوقتي. ليه بقى سياحة المغامرة؟ طلبة سياحة المغامرة دي، الناس بتدفع المليارات في سياحة المغامرة. اللي إحنا بنتكلم عليه إنه في مصر مش هنطلع في الفضاء ومش هننزل في أعماق المحيط، لكن هندخلهم الصحراء، هنطلعهم الجبال، هندخلهم في أعماق الطبيعة المصرية. الفلاح المصري أنا عارف أنه ممكن خواجات يجوا بعيالهم ومراتاتهم عشان يقعدوا في بيت فلاحين في الصعيد، ده حقيقي، ويعيشوا ويراعي الجاموسة ويخبز في الفرن. هو عاوز هو مش عاوز تكييف، هو مش عاوز كلام، هو حاسس أن هي دي اسمها experiential tourism. بس هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، انواع السياحه الجديده دي دلوقتي از ريبليسنج القديم. وهو ده اللي قالته اليو ان دبليو تي او، منظمه السياحه الامم المتحده للسياحه العالميه، قالت ان دلوقتي السياحه كلها بتتجه نحو ايه؟ الحاجه الجينيون، ان هي تعيش، ان السائح ده يعيش الحاله الثقافيه والاجتماعيه بتاعه اهل البلد. بالزبط. وده من ساعة على فكرة كوفيد، وهو ده التوصيات اللي ماشية بيه منظمة الأمم المتحدة. عارف حضرتك إن هو بيصرف ضعف اللي بيصرفه التاني؟